مساء الخير على حضراتكم، اهلا بيكم معانا حلقه جديده من حلقات برنامجكم ليوم الخميس 4 مارس 2021. النهارده هنتكلم في موضوعين. الحمد لله بدا اعطاء لقاح كورونا لكبار السن والذين يعانون من الامراض المزمنه، ضغط، سكر، قلب لا قدر الله، حاجات بتسبب قله المناعه. فده موضوع مهم، وكان رئاسة مجلس الوزراء مهتم به شخصيا، وطبعا وزيرة الصحة والسكان. فبخصوص هذا الموضوع هيكون معنا دكتور نهلة عبد الوهاب، استشاري البكتيريا والمناعة، عشان نتكلم عن التلقيح، ولو في أي أثار جانبية لا قدر الله هتأثر على كبار السن أكتر ما كانت بتأثر على اللي سنهم صغير من الأطقم الطبية. يعني هنستشرف أفاق هذا الموضوع مع دكتور نهلة. عندنا فقرة تانية وأعتقد أنها برضو طبية، لكن هي الحقيقة يعني تقدر تقول عليها ليها علاقة بالتخطيط أكتر لدولة قوية قادمة. القرار اللي مضاه سيادة الرئيس بعمل توثيق جيني لكل المصريين بيسموه الجينوم المرجعي، وإزاي ده ممكن يكون مفيد في البحث العلمي، وبأي جهة. هيكون معانا في هذه الفقرة دكتور نادية زخاري، وزير البحث العلمي الأسبق في مصر. ده عن فقرات الحوار، وبعد الأخبار اللي قبلها هيبقى في استعراض لجزء من الأخبار. النهارده فقدت الأمة المصرية رجل أعطى الكثير لهذا الوطن، هو اللواء كمال فخري عامر. اللواء كمال عامر السيد الرئيس قال في موقع التواصل الاجتماعي إن هو أستاذي ومعلمي وقائدي، وهذا الرجل تفانى في خدمة الوطن حتى آخر نفس في حياته. الحقيقة إنه يعني مجلس النواب ومجلس الشيوخ ومجلس الوزراء، والحقيقة الهيئات كلها تهافتت علشان تنعى هذا الرجل الذي أعطى الكثير لمصر، وكان رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب. وأصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا بترقيته لرتبة فريق فخريا ومنحه وشاح النيل. تفاصيل هذا الخبر هتكون معانا في فقرة الأخبار. عندنا خبر تاني مهم جدا، هو اجتماع اللجنة العامة بقى، كل المجمع المقدس للكنيسة القبطية الأرثوذكسية اليوم، بداية الاجتماعات في مركز لوجوس اللي هي كلمة معناها فكر أو عقل. والمركز ده موجود في دير الأنبا بشوي العامر بصحراء وادي النطرون، ودي بعض الصور التذكارية لكل أباء المجمع تقريبا طبعا اللي قدروا يبقوا موجودين، وبيكون عددهم عدد كبير جدا. احنا عندنا بنعمة ربنا ما يقترب من 130 أسقف ومطران، فطبعا حضراتكم شفتوا العدد يعني جميل ويسمح بالنقاش في كل الموضوعات. وتفضل قداسة البابا بإلقاء كلمة يعني أكتر من رائعة، برضو هيكون معانا بعض التفاصيل حول هذا الخبر في تفاصيل الأخبار. بعد كده الفريق البرهان يصدر مرسوم دستوري بإنشاء نظام الحكم الإقليمي الفيدرالي في السودان. نقلة كبيرة جدا جدا أن يصدر الرئيس عبد الفتاح البرهان، أو اللي هو في موقع الرئاسة حاليا حتى تحدث انتخابات في السودان، رئيس المجلس السيادي، قرار بأن يكون الحكم في السودان حكما كونفدراليا، بمعنى فيدراليا، بمعنى أنه يبقى كل حاكم ولاية كأنه رئيس جمهورية هذه الولاية. وده بيساعد جدا عشان بتكون القرارات فيها لا مركزية، وبيكونش كل القرارات بترجع لشخص واحد بس في أعلى الهرم الوظيفي. فده بيساعد جدا على تنمية الأقاليم، وكل إقليم اللي موجود فيه يبقى أدرى بإيه ثرواته، بإيه تنميته، إيه احتياجاته. إن شاء الله ده يساهم في تنمية السودان بشكل أكبر، وهنعرف تفاصيل أكتر في فقرة الأخبار. وأخيرا الصحة تبدأ تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بلقاح كورونا.
وده هيكون معانا في فقرة الأخبار بالتفصيل. دي الأخبار اللي حبيت أستعرضها مع حضراتكم. تعالوا نروح لأخبارنا بالتفصيل.